بس بقولك ان هنلعب اقوى شخص بالعالم او روبوت. صوتوا فيفا يا جماعة، اسطوري فيفا 23 يا جماعة. اه يا جماعة بس يحبون كتير قوي يا جماعة، يحبون يا جماعة جلد جل جلد جل حرفيا. ليه؟ لانه انا حاضر اقوى شي في عندنا البيجنر، عندنا الاميتر، وعندنا الورد كلاس. وورد كلاس هو اقوى روبوت موجود بفيفا. ها يعني بدي احط شي، ها ما بقدر. هذا بيجنر اميتر سيمي برو بروفيشنال وورد كلاس. اه في اربعة، هذا اخر شي. ها اه هذا اخر شي وورد كلاس. حلو وورد كلاس. هلعب ريال مدريد ضد الفريق، بلعب ضد باريس سان جيرمان، ولا هنختار فريق ضعيف لأن هو مثلا هنلعب ضد، أو لا أنا يا جماعة صر اصحى تقولوا لحدا. أوكي لو يعني لا تقولوا لحدا، شوف ولا لو قلبنا لهون من لا ادريست اوف وول. هذا استنوا يا جماعة، سكر اد. هلا بوجيكم لي قوي. هات مثلا اختار آل نصر. جيب هلا بوجيكم ليه هذا الفريق كتير قوي. شوفوا يا جماعة، عنا رونالدينيو، عنا زيدان، عنا روبرتو كارلوس، عنا جولت، عنا جولت، وهاي عندنا رش. رش لاعب الله عليه، رش لاعب أسطوري. عندنا خمس أقوى لاعبين موجودين بهذا الفريق: رش، رونالدينيو، زيدان، روبرتو كارلوس، جولت، كل اللاعبين الأقوياء. ها هذا سر، هذا سر يا جماعة، بس لا تخبروا لحدا. بس بتروحوا انت ذا اذر اوف ذا وورد، خلاص بتلاقي كل شيء. انا بفضل رش يعني، فمشان هيك هو المفروض يكون بالهاد بالاحتياط، بس هو كتير قوي ما بعرف ليه يعني، هو كتير قوي. بس احنا كل حال هذا سر لا تخبروا لحدا. ذا اذر اوف ذا وورد سكر اد، عندكم راش، رونالدينيو، زيدان، روبرتو كارلوس، كولت، اقوى لاعبين موجودين جواته وكتير سريعين. بسم الله. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. انقص العب 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 العب. طبعا ومعكم محدثكم فارس عوض، نرافقكم من كابينة التعليق، نتمنى بان نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. العب سحب، نحن المفروض نحن نسحب. نتمنى مشاهدة مباراة قوية من الطرفين، هذه فرصة سانحة حقيقة للمدرب حتى يظهر ويجرب بعض الفرص والخطط، وأيضا يجرب بعض اللاعبين في مراكز مختلفة. حلو، حارس أسطوري مثل الفل. حارس والحارس كان في الموعد بالتالي. أوف بكسروا هدول، بكسروا. يتقدم بالكرة، فرصة جول 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 جول. تسديدة قوية، إيه الحمد لله بقول. تفتقد للدقة، يلا اذا رش يا رش لا يولع. حان وقت الذهاب الى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. اوبشن انا بدلت بزولا. لا حرام زولا، واحد كتير قوي بدلت فيه، بس يلا عادي. روبرت كارلوس سحب فيكم كل على الأسطورة رونالدينيو بانتظار السحر في أرضية الملعب. لا يمكن إلا أن تقول بأن الفرصة للتقدم في الملعب. أقوى يا جماعة، تعرفوا معناتها أقوى؟ شوفوا الجول، شوفوا بس. جدا مشاهدينا، يا سلام على المهارة في المرور، هذه الأمور التي تنتظرها الجماهير. بكل سهولة مر، بكل سهولة عدى، وضع الكرة في الشباك. هذا أقوى
الروبوت صار هنا فيفا اللي هو وورد كلاس، مستحيل حدا يتحدى وورد كلاس. تعرفوا عن وورد كلاس؟ وورد كلاس يا جماعة، وورد كلاس مستحيل حدا يتعداه. كمان جول، قلت لكم مستحيل حدا يعديه. بس يلا 1-1. الرديات السريعة لتعود القمة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل. حرام، أخذ الكرة. أنا ضعيف في الدفاع، المشكلة بفيفا. جي مارتينيز، ليش شو جا مارتينيز؟ بعرف هو مو هو المارتينيز الأصلي. تسلل تسلل هنا كانت تبدو خطيره جدا، لكن الرايه كانت في الموعد والقرار كان صحيح رغم الصعوبه. يتوغل الى قلب الرام، اخذ الكره. يلا سكر 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 سكر. حلو، هذا كسر كل اللاعبين. هلا ما في حدا لما احتسب فاول. مغامرة بتدخل رائع داخل المنطقة. الحكم يشير إلى استمرار لعب لصالح النصر. راحت على فريق النصر. تمريرة يضرب فيها ظهر المدافعين. ممتاز التجاوز والتخلص. اخذ الكرة، كنت بدي اشوط. مركز مشان هيك ما كثير عم يحكي بالفيديو. تمريرة ممتازة. لا 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 فاول. واخيرا فرصة لارسال كرة في الشباك. اوف، مستحيل، فعلوها مرة اخرى. هذه هي العزيمة وهذا هو الاصرار في الهجوم. ما في كرسيان، حتى وانا مخسر. شو هذا؟ هدف وحيد والكرة تعود إلى نقطة البداية. بكرة بينية يكسر الخط الخلفي، تصدي للكرة لكن اللعب متواصل. والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. خارج الملعب إلى رمية التماس. زين الدين زيدان. لا شلون؟ كنت بتعمل فاصل الكولت. قرار سليم من الحكم بإعطاء الأفضلية للنصر. غونزالو مارتينيز. سليهم. الله على الحارس. تشتيت الكرة ضرورة هنا. الحكم يعطي الأفضلية، مواصلة اللعب وإتاحة الفرصة لهذه اللقطة. أوف، حلو. كفو، كرت أصفر. الاستحواذ اليوم في مصلحة الفريق المستضيف، في رأيي هي السيطرة تبعي أحسن منهم. الكرة بدون قيمة لأن الفريق متأخر، ومع هذا الاستحواذ لا نجد محاولات كثيرة على المرمى، وإذا استمر الفريق بهذا الشكل لن يستطيع العودة في هذه النتيجة. تصويب الآن. الكرة ليست في الشباك، الحارس يتدخل يبعد هذا الهدف المحقق.
الحكم قرر العودة واحتساب هذا الخطأ وإشهار الكرت الأصفر بعد هذا التدخل. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. هذا شأن بأم اللاعب. طب أنا بعرف شو لازم أسوي يا جماعة. أنا بسموني سيرجيو راموس، بسموني بيبي، على الأخير أنا سيرجيو راموس. نورول نورول، يعني لو زحلطت مستحيل تكون اوت. يعني اول شيء بس يعني ما في قوانين، بس في اوت تحتسبه الكورنر والتسلل، غير هيك في ما في فاول. يعني على الاخير زحلطت ما زحلطت حتى جوات البوكس ما في بنالتي. تسلل ليك خالي والكرة في الشباك. اذا اول اهداف هذه المباراة وتقدم الكرة جول. هدف التعادل. اوف 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 يا جماعة اوف. نجيب بس نبدل كانتونا براشيل. زول لازم دائما نخلي اول جول دغري جول. جميل من المدافع وثم موقف واحد على واحد، تاتي التصويبه القويه في المرمى لا يمكن التصدي لها. هدف تعديل الكفه، التعادل الايجابي 1-1. يلا يا مدان الحب، بعدين اللي بعطيه واحدة سيرجيو راموس. سيرجيو راموس لانه في اي شيء، يعني ما في قولات. تسديده قويه لكن الحارس لها بالمرصاد. كره لمنطقه الجزاء من بايت. ولا تقدم هجومي وخيارات متعدده. يا لعيب شوف الجيك اوت في اللقطه الماضيه. جول جول الثانيه، ياتي الهدف. الحارس قدم عليه لكن الدفاع كان غائبا. نلقي نظره اخرى على الهدف هنا ونشاهد فرصه اولى كانت تصدي لها في الموعد لكنها ظلت خطيره لتاتي المتابعه السريعه والكره في الشباك. 2-1 في اللعب هنا بعد تأخر مارسيليا في النتيجة واصبح مطالبا بالعودة. افتكاك ممتاز للكرة. الآن تأتي المساندة. بينية في ظهر الدفاع. جول يا رب. هدف آخر يأتي سريعا. الله على القوة الهجومية. الله على هدف منتهى الروعة. جاء من هجمة مرتدة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. عم نلعب أقوى روبوت في العالم، بتعرف هذا أقوى روبوت في العالم؟ يعني مستحيل، أنا فكرت إنه أنا راح أخسر 20-1، تخيل، هذا اللي فكرته أنا. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. الحارس تمكن من ابعاد هذه الكره بسهوله. قد تكون هناك فرصه. ممتاز في التقدم،
في اكتساب ارض في داخل مناطق يلا بنفوز. تأتي فرصة لهجوم مرتد. الدفاع يفضل بعض الكرة بعيدة. اوف مفروض بلتو كارلوس. تلعب في عمق ال 18. استعادة ناجحة للكرة بعد ضغط عالي، والحارس يرتمي بكل أناقة بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباتة عودنا عليها. يا رب نزل بالحارس مستحيلة هذه الكرة. الكرة كانت في المرمى لكن المدافع أنقذ الفريق، أبعد كرة في اللحظات الأخيرة. كرة بيخلصها المنافس. الآن الجماهير تحفز على التسديدة. الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر. الله على التصدي. راحة كبيرة في التصدي هنا. يلا بدنا نفوز نحصل فايزين. سودان سوي جول. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. نشاهد فرصة في هذه اللحظات لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. يلا نجاح في تجاوز الخصم. كرة خطيرة لتقليص الفارق. اوف 3-2. يضع الكرة بدون مضايقات. الكرة في المرمى. يعود اللعب من جديد وهذه المرة مارسيليا على بعد هدف وحيد من إدراك التعادل. حرام. يلا العب العب. بتروح إلى تافاريز. مراوغة ممتازة في هذه اللقطة. ويرتكب هبوة قاتلة. تدخل خاطئ في منطقة الجزاء. من المهم الآن أن نتحدث عما شاهدناه حتى هذه اللحظة في هذا الشوط، خاصة مع اقترابنا من صافرة نهايته مع التقدم في النتيجة. الشوط أول مثير جدا في مباراة فيها تنافس قوي بين الفريقين. فرصة خطيرة هنا. تصدي هنا ولعب مستمر. تنتهي خطورة. حلو يلا. تألق حارس المرمى سبب استمرار النتيجة على حالها. كان ممكن نشوف التعادل في الكرة الماضية لكن الله على التألق. صورة ممتازة. يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. لا يعودون من بعيد بعد التأخر بهدفين. لم ييأسوا لم يستسلموا. من قال أنهم هزموا؟ على الإصرار الكبير. يلا أنا ما أدري سيرجيو راموس ما بعرف ليه. ركلة ركنية قد نشهد فيها هدف التقدم في النتيجة. بيلعب الكرة على الطاير. إنهاء الكرة مكان مثالي. الحارس تواجد في المكان المناسب. أمسك بالكرة بدون صعوبة. هذا التصدي سهل جدا من حارس المرمى. سيرجيو راموس انا بس ما كثير ما اعرف ليه من قبل كنت المفروض ما فاولات واجا فاول. كيف ممتاز في التقدم في اكتساب ارض في داخل مناطق المنافس. والان وصلنا لختام احداثي. للبوسيشن تبعي اكثر. الشوطات تبعي 6. اوه باسات تبعهم اكتر. اوكي اوكي
حلو يعني حتى الآن ماشي الحال. بس يلا مع حضراتكم زولا مشاهدينا زولا زولا مع زولا عقبة الميدان زولا في زولا المباراة الثانية. ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب والهجوم يتوقف والكرة تنتقل للفريق الآخر. أركاديوش الفريق يطبق ضغط ممتاز في استعادة الكرة. تدخل واحتكاك في اللقطة الماضية لكن في النهاية الكرة إلى رمية تماس. ملك رونجي تصويبة لم تشكل أي خطورة. أنا بسحب بالحارس ليه؟ ضاعت السيطرة من الفريق. تقدم هجومي ممتاز يحتاج إلى تركيز في الخطوة القادمة. هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. شوف الهدف من جديد، شوف المهارة، شوف التجاوز، شوف المهاجم، الله على النهاية والهدف الجميل. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أحلى الطراز. عنده فرصة التمرير. يقطع الكرة بشكل ممتاز ويستعيد الكرة. والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. فرصة من جديد لكرة التعادل. ذهبت الكرة بسيطة جدا إلى حارس المرمى. سوي بول ثاني. ضغط عالي في هذه اللقطة. والتاكلينج ناجح هنا. يستعيد الكرة. تمريرة في المساحة الفاضية. التصدي هنا لم ينقذ الموقف بالكامل. حسمت الأمور وانتهت الخطورة. تتحول الكرة للفريق الآخر. شوفات لا ما زبطت. جندوزي جيرسون الكرة بتروح عند ميليك. البينية رائعة. هل يمكن أن تصبح كرة خطيرة؟ الكرة تخرج إلى ضربة زاوية. إذا كان القرار وبالتالي عليه التوجه إلى مقاعد الاحتياط. بلعبة قصية. شوف كيف صار البول. هدف ثاني يسجل اليوم ويثبت قدراته الكبيرة وخطورته أمام. والله ما نتاركهم واحد واحد. والله ما نتاركهم. أربعة أهداف لكل فريق. ثمانية أهداف كاملة في هذه المباراة. كرة تعود بعد تدخل جميل. واضح ان اللاعب حتى الان غير قادر على اكمال هذه المباراة. المباراة تدخل في اخر ثلث ساعة. زيدان الكرة بتتخلص مصاب. روبرتو كارلوس مصاب. بتركه. ايه يلا نشوف. نبعد لمبدا الامان. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. لا حرام. طيب لسه بدنا هاتريك لهذا اللاعب الكبير.
هذه الأمور حسمت في هذه الأوقات. وصلت إلى كافو، تسويبة من ماتيوس، بدون أي مشاكل. كلاوس، حلوة التمريرة، ممكن تكون فرصة الآن، ولا مع كلاوس، تسديدة هنا، يا الله، أبو جاب. لازم نغير روبرتو كارلوس. بعد سريعة المرمى، حارس المرمى لا يلام بعد أن تألقت المرة الأولى. نتيجة من الصعب تصورها في هذه المباراة، 10 أهداف، 6-4. 10 دقائق ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. يتحرك زميله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. الكرة مستمرة، تدخل رائع، وبالتالي الكرة إلى ضربة زاوية. إبعاد سيء والخطورة مستمرة، تنتهي أي خطورة موجودة في هذه اللحظات. مارسينا يحاول استغلال الأطراف، تمريرة ممتازة، الكرة مستمرة في الملعب بعد التصدي. الكرة في الشباك، التصدي كان في منتهى الروعة من حارس المرمى، لكنه لم يجد الدعم من زملائه. مباراة كنا نتمنى أن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. الله على الهروب، شوف كيف مر، شوف كيف عدى، بلوك بدون مشاكل. محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. الفريق لازم يستغل فرصة. يا الله، أي تسديدة، من أي مسافة، أي كرة، وأي روعة، وأي متعة، مستحيل الكرة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. يسير باتجاه المرمى الآن، وتنطلق في هذه الأثناء الصافرة، وتعلن عن خسارة أصحاب الأرض والجمهور لمباراة اليوم. لم يظهر الفريق أي رغبة حقيقية في الملعب اليوم، المستوى كان سيء، كان محبط للجماهير، الخسارة كانت مستحقة، المستوى اليوم يجب أن يكون للنسيان حقيقة. نهاية الحلقة.